استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيق أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث نقل سموه إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وتمنياته لمملكة البحرين دوام المملكة العربية السعودية دوام التقدم والرفعة. وأكد خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ذات طبيعة خاصة ساهمت في إرساء هذا الصرح المتكامل من التعاون الثنائي بين البلدين، فيما شدد عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على موقف المملكة الثابت في دعم مملكة البحرين ومساندتها في مختلف المجالات. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد أن ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي علاقة أخوة ومصير مشترك ممتدة عبر التاريخ وتزداد قوة ورسوخا مع مرور الزمن. وقال اسمه أن العلاقة العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين كانت وستظل مثالا يحتذى وترتكز على تاريخ طويل ممتد من التواصل والود والمحبة والعمل المشترك. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تمتلكه القيادة السعودية من رؤى ثاقبة وحكمة وبعد نظر وفي التعامل مع مختلف المواقف وثباتها الدائم على الحق وعزمها في التصدي لكل ما يمس العرب والمسلمين مما أكسبها احترام العالم أجمع، فيما نوه اسمه بالدعم السعودي المتواصل لمملكة البحرين في مختلف الظروف وهو دعم سيظل ماثلا في الذاكرة الوطنية. وفي الشأن الإقليمي أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن الشقيق لدعم الشرعية قد أعاد الأمل في التضامن العربي وقدرته على التصدي بحزم لمحاولة التدخل في الشأن الداخلي، كما أكد على الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والدور القيادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على أمن ووحدة الأقطار العربية وأن تكون دوما الحصن المنيع وقلعة العروبة، مؤكدا سمو أن مشاركة مملكة البحرين في التحالف العربي جاءت للتأكيد على وحدة الهدف والمصير المشترك لدولنا وشعوبنا. واستعرض خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحة الدولية، هذا وتكريما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أقام خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مأدبة غداء حضرها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من المسؤولين بالمملكة الشقيقة وعدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء والمسؤولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية أشاد فيها بكرم الضيافة وحسن الوفادة والتي لقيها سموه والوفد المرافق والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد سموه على ما أتاحته الزيارة من مجال واسع لزخم العلاقات المتميزة والمتفردة بين البلدين الشقيقين، مشيدا سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين وبصماته في العمل الخليجي والعربي المشترك، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها الاستقرار والازدهار. هذا وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته. هذا وقد كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تلبية لدعوة تلقاها سمو من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصول سموه إلى الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة الشقيقة وسعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أدلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتصريح التالي: يسرنا ونحن نحل على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة مهد الرسالة وبلد العروبة أن نعرب عن سعادتنا البالغة بزيارة هذا البلد العزيز، حيث ستشكل هذه الزيارة فرصة غالية نلتقي فيها بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لنتباحث حول الموضوعات التي تمد في أفق العلاقة الخاصة التي تربط بين بلدينا الشقيقين والتي تستند على تاريخ مزدهر وشائج قربة وحدة مصير تعطيها الزخم باتجاه المزيد من النماء والتطوير، بالإضافة إلى بحث التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة الإقليمية والعربية والدولية والتي تستدعي منا جميعا التحرك وتبادل وجهات النظر حولها فيما بين الأشقاء لاتخاذ موقف موحد يراعي مصالح الأمة العربية الوطنية والقومية ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي المترابط الحلقات. وتمثل العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نموذجا مشرقا على الصعيد الخليجي والعربي، فهي علاقة ممتدة في تاريخ البلدين والمواقف المشرفة لكل منهما تجاه الآخر تعكس الخصوصية التي تمثلها هذه العلاقة. وما تحظى به من دعم وإسناد من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخي خادم الحرمين الشريفين. ونجد أن هذه المناسبة فرصة لنعبر عن عظيم الاعتزاز والتقدير بالدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في محيطها الخليجي وفي الشأن العربي والإسلامي، حيث أن المملكة حماها الله وأدام عزها وعز حكامها الكرام أعادت للأذهان قوة العرب وأعلت من كرامة والعزة العربية وردت بحزم على التدخلات الخارجية في جمهورية اليمن الشقيقة وأحيت الأمل في غد عربي أفضل. ونؤكد أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع المملكة الشقيقة في نصرتها للقضايا العربية والإسلامية وفي وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي الداخلي وفي صد محاولات النيل من الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة الشقيقة على صعيد جعل السعودية كما هي قبلة للمسلمين، قبلة للازدهار والمعرفة والتنمية أيضا بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. إننا نزور المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم وقلوبنا مجتمعة، مجددين عهد الإخاء والوفاء والسؤدد، متمنين للمملكة الشقيقة ولشعبها العزيز كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.